ازيكم يا اولاد؟ ازيكم يا بنات؟ جايلكم النهارده فيديو رياكت جديد، والفيديو بتاعنا النهارده عن السوشيال ميديا في خطر. طبعا انا عارفكم ان انتوا بتحبوا الحاجات دي، بتحبوا السلسله دي بالذات لدرجه ان انا عامل اكتر من 10 فيديوهات القناه كلها كده، وانا ما اقدرش احرمكم من حاجه. فلو انت بتشوف الفيديو ده وعامل اشتراك في القناه، ما تنساش كده تشوف انت مفعل الجرس ده ولا لا، عشان اي حاجه جديده انزلها توصل لك. لان بلاقي ناس كتير قوي بتقول لي يا بيرجو وانت ما بتنزلش فيديوهات ليه؟ مع ان انا بكون منزل فيديو، عشان انت مش مفعل الجرس. فعل الجرس، اي حاجه جديده انزلها هتوصل. عايز برضو رد على سؤال يا بيرجو، وانت ليه بتقطع كده مش متواصل على اليوتيوب؟ اول حاجه كسل، تاني حاجة أنا بستناكم تعملوا لي منشن على الماتيريال اللي يطلع في الفيديوهات اللي جاية، وإن شاء الله هبتدي أعمل فلوجات على القناة دي. مش هعمل دلوقتي قناة للفلوجز يعني، هنبدأ على القناة دي. فلو أنت مش مشترك في القناة، اشترك في القناة عشان الفلوجات اللي جاية هتبقى فشيخ. وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو ده عشان نوصله لأكبر عدد من اللايكات. مش هقول لكم بقى 20,000 لايك ولا أي حاجة من دي، أنتوا بقى وصلوا اللي أنتوا عايزينه. يلا ويلا نبدأ الفيديو. أساسيات لفت النظر. لو عايزة تلفتي نظر الكراش بتاعك أو حبيبك، أول حاجة حط صور على الفيسبوك كيوت، زي قطط، حاجات بفيون كات، لبس كيوت كده يعني. لو لقيتي كلبي تعبان او حاجة قولي يا حرام صعب عليا كده يعني. قيسي ده على كل اي حاجة. وما تنسيش ان انت تمدي في الكلام، يعني ازيك عامل ايه. وطبعا زي ما احنا عارفين لازم تشيلي اخر حرف من اسمه، يعني بدل محمد يا مح. انا عينيا دمعت، ايه ده؟ وما تنسيش رياكشن الكيوت كده، حواجب وبطن. انا عايز اقولك ان لو واحده عملت لي الايموشن ده اصلا كده قدامي، كشفت على دماغها، كشفت على قورتها كده، مش هعتقها. خليكي دايما مرهفه المشاعر، يعني ايه ده حصل ايه؟ الرياكشن حواجب البطن يمحن. قولي كده هون في وسط الكلام، انا قاعدة كده هون، ماشية كده هون، بتكلم كده هون. هو مفيش شرطة نكلمها للناس دي؟ ده يخرب كده هون يا مح. مبدأ الصعبة. انت بتتكلمي كده ليه؟ انت ليه عاملة كده؟ حد انتحر برا غالبا. ازاي تخلي حبيبي او كراش بتاعي صعب عليك؟ ازاي اول ما تكلمي تقولي له في التليفون الو عايز ارجع عامل ايه؟ ما تنسيش تطولي في الكلام زي ما انا قلت لك قبل كده، ودايما تقولي له مش تعبانه، مش عايزه، مش احب. خليكي كيوت في نفسك كده، خلي عينيكي دايما كل ما ترفعي شعرك اكتر كل ما تصعبي عليه اكتر. حطي صباعك كده. ايه ده؟ الو. الو. ايه ده انت قلتي الو كده؟ ايه ده؟ اصلا انا بشوف فيديو دلوقتي، وانا بسجل فيديو دلوقتي، وكنت بشوفك انت هتقولي لي الو كده ولا لا. طب قولي لي كده يح يح. ايه ده؟ كل ما تصعبي عليه اكتر اصبعك كده قولي له. انت لما بتعوزي تصعبي على حد مثلا بتحط اصبعك فين؟ بتعملي ايه؟ تحط صباعي فين؟ اصل هي بتقول حط صباعك في بقك كده وقولي ايه؟ هي بتقول كده؟ والله مش فرحانه. قولي كده مش فرحانه. مش فرحانه. اقفل السكه في وشك ولا اعمل ايه دلوقتي؟ ليه يا بيبي بس؟ والله ده بيجيب معاكوا قوي. بيجيب ما بيجيبش معايا، انا عايز اطلع اجري دلوقتي. هو انا لو شربت برفيوم هموت؟ صح؟ ها؟ عليك يا قلبي ليه بس؟ البرفان احنا محتاجينه. مش عايزه. انت تعرفي دلوقتي ان الكومنتات كلها هو انت كلمت مين في الاول يا بيرجو؟ هي مين دي؟ الفيديو ده للشباب. الفيديو ده للشباب. ممنوع البنات. ممنوع. ازاي تدلع حبيبتك او الكراش بتاعتك؟ بدلع كراش؟ ده انا هدلعك. اسمع كلامها. ايه ده؟ اتدلعوش. لا انا رجعت في كلامي خلاص، مش هينفع. بقولك ايه؟ ايه؟ انا عايز اكل اخطبوط. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه اكل اخطبوط. عايزه تاكلي اخطبوط؟ اه.
نخش على الفيديو التاني. بقول لك يا حبي يا قلبي زمره زمره، هو انتم مصورين بقاله حاسبه ولا هي الكواليتي عامله كده ليه؟ بقول لك يا حبي يا قلبي زمره زمره، كل الصحاب غدار. طب لا هنا وهناك كل اصحابي هربوزات. طب كلمه ليهم عشان البنات بتوديهم، سقفه لينا عشان ربنا عالم فينا، وصل رساله للخاينين عشان شكلهم مش مبسوطين. رفعت الجلد رفعت الجلد. انا اتغير ده حياتي، مكتوب على حد اشيله في عيني يخسرني. عارف انت لما تبقى عايز تصطبح فتصطبح مع صاحبك فوق السطح وتطلب معاك ان انت تعمل فيديو مش عارف ايه هدفه؟ مالك؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت بتحبها؟ اكيد يا صاحبي. حلوه؟ الله يستر عليك. الله يستر عليك. تتجوزها؟ انت مال امك؟ ازاي يا صاحبه تتجوز بنتك اللي انت؟ ازاي يا صاحبه اكون بنت علمتني الفن؟ بس خلاص خلاص خلاص، انا انت جامد قوي، يخرب بيتك. يعني لو انا لو بنت كنت اديتك رقمي دلوقتي حالا. انا دلوقتي اللي لفت نظري في الفيديو ده قبل ما افتحه هو العنوان، شرطه مكافحه البشر الخنازير. ولا ماشي اوكي، نفتح بقى الفيديو كده. انا كده اطمنت خلاص. نعم بتحبها؟ ايه اللي نعم يا اسطى؟ نعم. الواد ما ندهش عليه اصلا، يعني انا قاعد كده في حالي محدش معبرني. نعم يا اسطى. بتحبها؟ بحبها. اشمعنى هي بقى؟ اشمعنى هي بقى؟ اشمعنى هي بقى؟ عشان هي كده وباقي كل الكلام فاضي. طب انا مش فاهم حاجه. ما بلاش تسيبوا اولادكم في البيت لوحدهم. خلصت الموضوع؟ فوق كل واحد رقيب هو اللي بيحركه زي الشطرنج، يعني احنا ادوات بنتحرك زي الشطرنج. انا فعلا بتحرك زي الشطرنج. احنا ادوات. ايوه بنتحرك زي الشطرنج، بس الشطرنج ما بيتحركش كده، الشطرنج بتحرك كده بالظبط. انت اداه وهي اداه، كلكم ادوات بالظبط. محدش ماشي من دماغه، محدش ماشي من تفكيره. انا دخت. كل واحد تابع لواحد تاني زي القرين كده. فين القرين؟ اهي. يلا بقى نلف الطاره مع بعض. يلا نلف الطاره. يلا دي طاره العربيه. يلا نلف الطاره. ماشي. لو ده جنان هنتجنن، لو ده جنان هنتجنن. يخرب بيت التوحد اللي انت عايش فيه ده، انا عايز اجري. يا نهار اسود. حبي يبعد عن عيني والله مشتاق له، لما بحزن كان بيجيني بجرح بلجا له، اللي عشت عشان سنيني شتمت عقله. ما في حد. سوري انت مرعبه قوي، يعني مش هقدر اكمل. اللينسز واللي هي اتقطعت في عيني، مش بعيد بس انا ابسط عشان ساعدتني ان امثل هد لكشب. هي دي تعويزة ولا انا هتلبس صح؟ ايه الرعب ده؟ ايه ده؟ انت ليه بتعملي كده؟ يعني انت ليه عاملة كده؟ ليه بتعملي كده في فيديوهاتك؟ هقول لكم كل الحقيقة يا جماعة، بس شكلها جميلة، شكلها قوي. انت عارف يا رب. مالك يا معلم، فيك ايه؟ اوكي رايس، اوكي صحابي خدت عزاهم، يوم يوم هنساهم، تشعي شوية. انت ايه ده؟ انت بتعمل كده ليه بقى؟ اشد التراي اكتر ولا كده كفايه؟ انا عامل حاجه جايب لها ايه؟ وحشاني والله. مين ده؟ يا بنت الكزمه يا خاينه يا خاينه. هو مين اللي اداكوا كورس كوميديا في السوشيال ميديا؟ ايه ده؟
مين اللي شرح لكم وقال لكم ان الكوميديا هي ان انت تبقى كده بقى ان انا اروح اعمل مش عارف ايه عشان انا كوميدي جامد؟ بس احنا قبل ما نختم عايزين نقول لك حاجه. ممكن ايه الصداقه اللي فيكي دي؟ بوسه على الخد ده. بوسه على الخد ده. والخد ده لا يصال. وغير من الخد ده. الواد عايز يموت. الواد عايز ينتحر. الواد عايز يوم يجري. عايز يلطشهم بالاقلام. عايز يوم يولع فيهم. واحدة عيني والثانية شمال والثالثة قلبي. يا الواد حالته النفسية في الضياع. انتوا عايزين ايه؟ انتوا في ايه بقى؟ ايوه عيون امي انت نقفل لحد كده عشان نقفل واحنا مبسوطين وبنضحك اهو. ما تنسوش تنزلوا في الكومنتات تقولوا لي على الشباب واكتر حد هيكتب كومنتات على الفيديو ده اسمه يظهر في الفيديو اللي جاي هنا كده. هيتكتب هنا مش اسم واحد, اختار خمس اسماء هيظهروا هنا كده في الفيديو اللي جاي. وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام, اكتبوا بيرجو بالعربي او بالانجلش هظهر لكم, وهتلاقوا كده كده اللينك تحت في الديسكريبشن, وتقدروا تشتروا الميرش الفشيخ بتاعنا ده من على اللينك اللي تحت. ده افشخ ميرش على اليوتيوب. انتوا مش مشتركين في القناه, بتشتركوا في القناه وبتفعلوا زرار الجرس عشان اي حاجه جديده تنزل تجيلكوا. وزي ما قلت لكم اكتر خمسه يكتبوا كومنتات اساميهم هتظهر في الفيديو اللي جاي وهتتكتب هنا كده. كان معاكم احمد السعيد برجو, واشوفكم الفيديو اللي جاي. عايش يا برجو عايش, والكل الابطال عايش. انا بعمل كل حاجه بدماغي بس مش بحب الاسفاف. يوتيوبر بقدم حقايق فكله مني بيبقى خايف. الفان اللي بيتابع كل فيديو مني ترفع الها.